بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقامع الجبابره المتسلطين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين الذي جاء بالحق والنور المبين وعلى اله الكرام الهداة المهتدين وأصحابه خير الأصحاب الذين كانوا هداة ومنارة للعالمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواناً الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس النور. ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج على درب النور. تكلمنا في الجمعه الماضيه عن احكام الجريمه في الشريعه الاسلاميه من اسباب الجرائم واحكامها وما اليها وما يرتبط بها ومعنى الجريمه وما شاكل ذلك. ونظرا لكثره الاسئله في هذا الموضوع وما وردنا فيه على الخاص نتكلم يعني نستمر ان شاء الله بسلسله الاحكام المتعلقه بالجرائم في الشريعه الاسلاميه. سيكون عنوان حلقتنا لهذه الليله ان شاء الله. اذا في هذا الموضوع وفي غيره نستقبل اسئلتكم على ارقام الهواتف التي ترونها على الشاشه امامكم. كذلك نستقبل اسئلتكم من خلال التعليقات على صفحه قناه الفلوجه في الفيسبوك حيث يبث فيها برنامجنا بثا مباشرا. حياكم الله ومرحبا بكم اخوانا الكرام جميعا. طيب اذا نبدا بما وردنا من الاسئله في الانترنت. طيب هنا اخ يسال. طيب الاخت الاخت امل تسال تقول: هل يجوز ان هل يجوز قبل ان انام اصلي صلاه الوتر ثم قبل الفجر بنصف ساعه استيقظ واصلي صلاه الليل؟ طيب اختي الكريمه اذا كنت متاكده انك ستستيقظين لصلاه الليل فلا تصلي الوتر بل اخرها هذه السنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اوتروا واجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا كذلك في الحديث بادروا الفجر بالوتر يعني يكون آخر شيء قبل الفجر صلاة الوتر أما إذا كنت شاك هل تستيقظين أم لا تستيقظين ربما إذا لم توتري ربما تنوين تأخير الوتر وإذا بك لا تستيقظين إلى صلاة الفجر لا في هذه الحالة صلي صلاة الوتر ونامي فإذا استيقظتي فلا مشكلة لا مشكلة صلي صلاة الليل حتى لو كانت بعد صلاة الوتر لكن لا تعيدي صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة نعم الأخ عثمان سامي يقول والدي يسأل عن حالة تتكرر معه في صلاته وهي البكاء الكثير يعني هذا علاج ليس مرضا حتى يسأل عنه هذا أمر جيد البكاء في الصلاة هو من دلالات الخشوع وهذا يعني هذه الصلاة هي من أكمل الصلوات ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى فسأل الله أن يتقبل منه أن يثبته نعم هنا الاخت سنابل تقول امي تريد ان تذبح خروفا صدقه لوجه الله تعالى وقلت لها بان اخي محتاج لسقف لبيته لان الان الامطار تتساقط وينزل الماء من السقف وهنالك جرذان في البيت وامي اعطت الفلوس لاخي هل اجر هذا كاجر الصدقه التي نوتها؟ هذا افضل من الصدقه هذا افضل من الصدقه لانه اولا صدقه ثانيا صله رحم لان الابناء رحم لامهم. وثالثا هو دفع بلاء لان نزول المطر وجود الجرذان وهذه الامور في البيت بلاء بلا شك. والفقير اذا اعطي له طعام ياكله ويذهب. فالابن مستحق وهذا افضل من الخروف الذي كانت تريد ان تذبحه. بارك الله فيها وتقبل الله منها لها اجر الصدقه مضاعفه. نعم. هنا سؤال. يقول يكثر الانتقاد الموجه على الاسلام لاجل مساله الحجاب على المراه ويرون هذا تقييدا لحريتها. طيب بما ان السؤال يوجه الى الاسلام ليس الى مجتمعات الى دين فلنتكلم بالاديان الاسلام هو اكثر دين تسامح في الحجاب، اكثر دين بما انك تسال عن اديان وأطرته باطار الاسلام. الاسلام هو اكثر دين تساهل في مسألة الحجاب فلتعلم النساء بأنه لا يوجد دين لم يفرض الحجاب أبدا لا يوجد دين نزل من الله إلا وهو يفرض الحجاب يعني هو ليس الحجاب يعني وإنما هنالك واجب على الرجل على المرأة لكن الواجب على الرجل ستر جزء من بدنه وعلى المرأة ستر جزء لكن الواجب على المرأة أكثر إذا جئنا إلى الديانة اليهودية جاء في التلمود وهو شرح التوراة وهو ثابت الآن لا أتكلم من جيبي من أراد أن يراجع التلمود فليقرأه جاء في التلمود ان المرأة إذا اخرجت وجهها الوجه ليس الشعر إذا اخرجت وجهها طبعا اضافة الى الشعر وما سوى ذلك يجب على المرأة في اليهودية اليهودية ستر جميع بدنها حتى الوجه والقدمين ولو رأيتم الان المحافظين من اليهود المتدينين هكذا تلبس تغطي المرأة كل وجهها كل بدنها حتى الوجه والرجلين والكفين يقول اذا اظهرت المرأة شيئا من جسدها حتى لو الوجه او اليدين يجب ان تطلق وتحرم من الميراث وهي امرأة ملعونة وزوجها ملعون ان لم يفعل ذلك، يطلقها ويحرمها عفوا من من المهر، لا يعطيها شيئا من مهرها، واذا كان قد اعطاها المهر ارجعه منها اخذه منها، هذا الديانة اليهودية. وفي الديانة النصرانية في رسائل بولس التي تسمى عندهم برسائل بولس الرسول. يقول المرأة إذا خرجت بغير حجاب وجب أن يحلق شعرها يحلق بالموس وتطلق من زوجها وهي امرأة ملعونة وتعتبر ويعتبر كل من ينظر إليها فاسقا يقول في رسائل بولس حتى لا ينظر الفساق إليها أما في الإسلام فالمرأة إذا تبرجت وخلعت الحجاب هنا ما الذي يجب على زوجها يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر ليس اكثر يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر فاذا بقيت عنده بلا شك هو آثم ويجب عليه ان يجبرها لكن ليس بالضرب ولا بشيء اخر انما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا اراد ان يطلقها تستحق منه المهر كاملا تستحق منه المهر كاملا طيب هذا في الاسلام وهي بلا شك تكون آثمه وهذا عند جميع الديانات لكن الاسلام هو اسهل الديانات في هذا الموضوع نعم فلا يحق لاحد ان يوجه أن يوجه اللوم إلى الإسلام، الإسلام هو أخف الديانات في مسألة معاملة المرأة على الحجاب. طيب، الأخ يوسف أحمد خلف يقول: إذا فاتت صلاة الظهر ودخل موعد صلاة العصر تصلى الظهر قضاءً أم لا؟ نعم، تصلى الظهر قضاءً مع الإثم، مع الإثم، إذا كان طبعاً بغير سبب، أما إذا كان عنده سبب مقبول شرعاً فليس آثماً بتأخير الظهر، نعم، يصليها قضاءً. طيب ما أي صلاتين يصلي أولا يصلي الظهر أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر يبدأ بالقضاء ثم الأداء إلا في حالتين إذا رأى جماعة تقام صلاة العصر بجماعة وخشي أنه إذا انشغل بصلاة الظهر أنه تفوته صلاة العصر اترك الظهر والتحق بالجماعة صلي صلاة العصر معهم ثم بعد ذلك أقضي الظهر هذه الحالة الأولى والحالة الثانية اذا اوشك صلاه الوقت صلاه العصر ان ينتهي كادت الشمس ان تغرب ليدخل وقت المغرب هنا بادر بالعصر يعني ادركها قبل ان تنقضي هي الاخرى بادر العصر ثم بعد ذلك صلي صلاه الظهر وهذا في كل حال قضاء ليس خاصا بين الظهر والعصر هكذا كل صلاه تقضى مع الوقت الذي لها طيب يسال هو ايضا الاخ يوسف يقول اذا كنت اذا آه البعض ينادي الناس مثلا بالاسماء المركبه مثل عبد المعين يناديه بمعين فقط هل يجوز آه وقبل صلاه الجمعه اذا كنت تقرا القران واتى مصلي فسلم هل ترد السلام كان يجلس ينتظر صلاه الجمعه ام تكمل قراءه اذا كان يقرا القران طيب اولا منادات اسماء الله تعالى بدون لفظ عبد تجوز الا, أرض إلا الله والرحمن فمن كان اسمه عبد الله خلاص عبد الله من كان اسمه عبد الله وكذلك اسم عبد الرحمن لا يجوز أن ينادى رحمن أما سوى أسماء الله سبحانه وتعالى فيجوز لكن إما عبد مع أل إما بلا عبد ولا أل لا يجوز المعين الكريم لا خلاص كريم معين لا بأس إن شاء الله وإذا كنت تقرأ القرآن وسلم عليك شخص نعم يمكنك أن ترد لكن لست ليس واجباً يعني بالاصل في غير قراءة القرآن رد السلام واجب، اما اذا كنت تقرأ القرآن فهنا رد السلام ليس واجبا ويكره للانسان ان يسلم عليك، الافضل ان لا يسلم، لكن اذا سلم يحق لك ان ترد عليه ويحق لك ان تستمر بالقراءة. طيب عندنا اتصال الاخ عمر من ديالة تفضل. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور من فضلك عندنا فت... ثلاث اسئلة لو سمحت. تفضل عيني. دكتور بالنسبه للصلاه بالركوع الركوع عندما تضع الكفين مال الايدين على حل... على شو اسمه على الركبتين هاي يجوز في يعني فبركه الاصابع لو صمها طيب والسؤال الثاني دكتور عندما يجلس الانسان يضع ساق الكف مال الرجل على حل... الكف الرجل الثاني مال الساق اليسرى زين يعني هذا هل يجوز ام الا يعني مثلا يخليها على اطارف اصابع يعني مال الساق اليمنى تسمع الجواب زين. ان شاء الله زين دكتور لو سمحت بالنسبه الى صلاه الايات بالنسبه الى كسوف القمر نرجو اذا عن يعني التوضيح مالتها زين طيب. وبسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها نعم وابتغ بين ذلك سبيلا طيب. الله العظيم دكتور بالنسبه للدعاء هذا لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت جعلت الحزن سهلا نعم هذا الدعاء يستحق في كل وقت صلاه يعني طيب الحزن وليس الحزن هناك فرق بين الحزن والحزن سأذكر لك هذا الدعاء متى يقال وأشرح لك معناه إن شاء الله نعم. أبشر ممنون دكتور بالنسبة إلى صلاة الفجر زين يقول اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمد بالحق عبدك ورسولك الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يقل له شريك في الملك وهو على كل شيء قدير هل هذا الدعاء دعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طيب واني ممنون من, من حضرتك المنة لله حياك. وفقكم الله تسمع الاجابه ان شاء الله نعم لكن عندنا اتصالات معلقة تفضل أخي جيلان. الأخ قيلان من إديالة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك أخي الحبيب عزكم الله وحفظكم الحمد لله بخير الله يسلمك أخي على مود الفوائد اللي بالبنك نقول القروض أو الفوائد من هذا القبيل بالنسبة للأخ سيد محمد طنطاوي قال الحلال وما بها أي شيء يعني <applause> على النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه شون إذا يذكرني الحديث أنه رمي عليكم السلام تردوا بأحسن منها قال فهو هذا عن الفوائد اللي في البنوك فإنت ماذا ترد إذا إذا حيتم بتحية فحيوا بمثلها أو بأحسن منها قصدك؟ من هذا فحيوا بأحسن منها مثل ما العلاقة هذا في السلام؟ هل الشيخ الطنطاوي قال هذا الكلام؟ نعم الشيخ الطنطاوي قال هذا الكلام موجود على يوتيوب طيب طيب هنالك فتوى للشيخ الطنطاوي معروفه لكن ليس في هذا ال... يعني تتعلق بفوائد البنوك لكن ليس في هذا الباب س... ساذكرها لك ان شاء الله طيب ان شاء الله ان شاء الله حياك الله يعني الاخ عامر من الموصل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك شيخنا؟ الحمد لله بخير الله يحفظك شيخنا بس تلتفت تفضل على مود الصلاة مع الوقت المطر صلاة المطر طيب تقصد الجمع المغرب والعشاء طيب طيب نعم وعندنا سؤال الثالث البيع نعم. مال عندنا الاسمدة مال البساتين نعم آه الكلياوي يسوى 500 وقت الموسم يسوون علينا 750 بالدين بالدين اي نعم طيب يعني يقول لك اخذ منك على الموسم على نهاية الموسم اي على الموسم هو يسوى 500 ويسوون عليه انا 750 واضح نعم والسؤال الثالث على مود ابوي عنده طاس آه... زرع ايه الزكاة إيش الزكاة شيخنا الوالد الزرع ماله يسقي بالماطور ولا بال... بالمطر؟ لا لا بالمطر ب... ما يستحمل الماطور يعني ما يصرف على السقي لا لا بس مجي... الوالد مديون سمى الملايين زين وجاء من الموسم الشعير جاء 5 ملايين مديون على الزرع له على غير شيء؟ لا لا على غير شيء ما له علاقة هذا الشيء يعني يزكي طبعا نعم اه والسؤال الثالث عندي ابن اخوي كان بمرض السرطان نعم صلى الله عليه وسلم نذرنا له طلي نذر طلي زين وتوفى الوالد الولد انت قلت اذا صار زين اذبح له مو؟ اي نعم قلنا اذا طاب نذبح له طلي وما طاب هو الولد توفى الله يحب ما يجب ما يجب هذا النذر ما يجب مشكورين شيخنا حياك الله يعني. ام سحر من الطارميه تفضلي حياك الله الو نعم تفضلي الو اتفضلي اسمعك يا اختي بس ابتعدي عن التلفون عن التلفزيون الو هنالك مشكله عند الاخت انا اسمعك واضح اختي طيب اذا اخي المخرج اوقف استقبال الاتصالات صارت الاسئله كثيره الاخ الذي سال عده اسئله يقول حكم وضع الكفين في الركوع هل يفرق الاصابع ام يقبضهما اذا كنت في الركوع في الصلاه ليس السجود الذي على الارض الركوع الانحناء الذي يكون بعد الفاتحه وقراءه الايات تضع يديك على ركبتيك تفرق اصابعك هكذا تقبضها هكذا بالتفرقه وليس بالقبض لو قبضتها تجوز صلاتك صحيحه لكن اذا اردت ان تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهي السنه والافضل ان تفرق اصابعك عندما تقبض على ركبتيك طيب وسال عن الهيئه في الجلوس في الصلاه كفرض واجب حتى لو جلست يعني احنا نقول بالعاميه تتربع هم صلاتك صحيحه كيف ما اردت ان تجلس اجلس لكن الافضل في السنه عند الجلوس في غير الجلوس الاخير الذي يكون قبل السلام في الجلوس بين السجدتين او جلوس التشهد الاول التحيات الاولى اللي بعد الركعه الثانيه يفضل ان بالنسبه للرجل اليمين ان ترفع اصابعك هكذا يعني تضع الرجل اليمين هكذا مع الأصابع تكون متوجهة إلى القبلة والرجل اليسار تجلس عليها تجلس على راحتها على بطنها وتجعل ظهرها على الأرض هذه الجلسة السنة. أما في الجلوس الأخير الذي يكون قبل التشهد بالنسبة للرجل اليمين أيضا تكون واقفة وتجعل رجلك اليسار تحت ساق يعني تحتها تجلس تجعل مقعدك على الأرض وتجعل رجلك اليسار تحت الرجل اليمين هذه السنة لكن كيفما ارتحت اجلس. يعني يجوز كجواز يجوز. طيب. سأل عن صلاة اسمها صلاة الآيات، لا توجد صلاة اسمها صلاة الآيات. أما صلاة تحدث عند الزلزال، عند المطر الشديد، عند الصواعق، عند ال... لا توجد. توجد صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، نعم، تكون عند الخسوف عند خسوف القمر وعند كسوف الشمس. هي صلاة عادية لكن تختلف بأن فيها قراءة الفاتحة والآيات التي بعدها تقرأها مرتين في كل ركعة وفيها ركوعان. يعني تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تركع ثم سمع الله لمن حمده بدل ان تجلس ان تجلس عفوا تسجد تقف مرة ثانية وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تسجد وتكمل ركعتك. الركعة الثانية نفس الشيء ويستحب فيها الإطالة في القراءة بعد الفاتحة وكذلك في الركوع والسجود يستحب لك الإطالة. هذه صلاة الخسوف الكسوف أما باقي الآيات الكونية لا توجد لها صلاة. أدعية وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أما كصلاة لا توجد طيب وسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا الدعاء إذا أردت أن تقوله في كل وقت نعم يجوز يعني مثلا تجعله مع أذكار الصباح والمساء هو دعاء نبوي هذا الدعاء هو لتيسير الأمور العسيرة إذا صعب عليك أمر مثلا صعبت عليك تجارة أو صعب تريد أن تفتح مشروعا وصعب عليك، تريد ان تشتري بيتا صعب عليك، تريد ان تتزوج صعب عليك، دخلت في امتحان، هذا لتسهيل الامور الصعبه، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، الحزن بفتح الحاء وسكون الزاي هو الارض الصعبه المجدبه، الارض الصعبه ذات الصخور التي يصعب المشي عليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا تجعله أرضا سهلة يسهل عليه المشي بقدرتك يا رب وهذا تشبيه الأمور الصعبة فمن أراد أن يقرأه صباحا ومساء إن شاء الله طبعا بلا شك يسهل الله تعالى أموره نعم أه سأل عن دعاء ذكره الأخ بعد الفجر لا يوجد دعاء بهذه الصيغة التي قلتها لكن هل يجوز؟ نعم يجوز بعض هذا الدعاء أجزاء منه نعم موجودة في السنة النبوية فإذا أتيت بي بهذه الصيغة لا بس يجوز هو دعاء فاضل نعم، على أن الالتزام بالدعاء المأثور وبإذكار الصباح والمساء بلا شك هو أفضل أنواع الدعاء. الأخ سأل أخ آخر سأل عن قال بأن الشيخ الطنطاوي الشيخ المصري عالم من علماء الأزهر الشريف وهو عالم بلا شك وفقيه ذكر بأن فوائد البنوك جائزة الذي نعلمه أن الشيخ الطنطاوي قال يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ذات الفوائد. ليس انك تاخذ الفوائد، لاحظ اخي هنالك بنوك تتعامل بالربا وهنالك بنوك لا تتعامل بالربا. اذا اردت ان تودع اموالك وديعه بدون فوائد وديعه فقط وديعه بالبنوك بلا شك الافضل ان ان تودعها في بنك لا يتعامل بالربا. بنك اسلامي يتعامل بالمعاملات الاسلاميه وهي كثيره منتشره في العالم. اما اذا وضعته في بنك يتعامل بالربا لكنك لا تاخذ الفوائد، لا تاخذ الربا. هنا اختلف العلماء المعاصرون هل يجوز أو لا يجوز فبعض العلماء قالوا لا يجوز لماذا صح أنت لن تأخذ فوائد لكن هو البنك سيشغل أموالك بالربا هو بنك ربوي فتكون معينا له لذلك يكون حراما وبعض العلماء من أمثال الشيخ الطنطاوي قالوا يجوز، انت لم تقل لهم اعملوا، فاذا هم عملوا باموالك بدون رضائك بدون طلب منك هم اثمون وانت لا علاقه لك، المهم انت لا تاخذ الربا، اما ان الشيخ الطنطاوي يقول لك يجوز ان تاخذ الربا لا، لا ادري ان كان قالها لكنه لا يقولها. نعم. هذا الموضوع. طيب. مساله جمع الصلاتين في المطر هل يجوز اذا كانت السماء تمطر مطرا شديدا في وقت صلاه المغرب ان تجمع معها العشاء؟ نعم يجوز لكن بشروط. ان يكون المطر شديدا بحيث الذي يمشي من البيت الى المسجد يبتل يبتل والبلل قد يصيب الانسان بالرشح بالامراض او كان الطريق فيه طين وفيه اوحال ويتعذر المشي فيه وليس هنالك سقيفه او طريق مستوي بينك وبين المسجد. وان يكون المطر مستمرا لا ان تقطر قطرتين وتقدم ان يكون المطر يتخلل التحريمتين بمعنى تحريمة ما هي التحريم؟ تكبيرة الإحرام يعني. ما بين صلاة المغرب تصلي المغرب تكبر تكبيرة الإحرام وهي وهو يمطر ويستمر المطر يمطر يمطر, يمطر المطر وتصلي العشاء معه تقديما بعد أن تسلم من المغرب مباشرة تصلي العشاء. جمعا فقط بلا قصر مو يعني تصلي ركعتين، لا أربعة، المغرب ثلاثة بعد أن تسلم مباشرة تقدم العشاء كل هذا والمطر مستمر. أما إذا انقطع كان متقطعان انقطع أثناء الصلاة يبطل الجمع لا يجوز. ومثل هذا في الظهر والعصر. مثل هذا في الظهر والعصر، تصلي الظهر تقدم معه العصر، تصلي المغرب تقدم معه العشاء، إذا توفرت هذه الشروط نعم يجوز الجمع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأخ سأل عن بيع السماد بالآجل هل يجوز أن يكون بأكثر من سعره؟ نعم يجوز، بلا شك صاحب السماد سينتظرك مدة فيحق له أن يرفع السعر عليك لكن ما الذي لا يحق له؟ اذا جاء الموسم ولم تسدد، لا يحق له ان يقول سازيد على السعر، هذا حرام لا يجوز، نعم. فاذا حددت الى نهايه الموسم وكان اغلى من سعر العاجل، نعم هذا البيع حلال وليس فيه مشكله. الاخ سال سؤالين ايضا اجبته، اذا كان مديونا وزرع وحصد هل تجب عليه الزكاه؟ نعم، زكاه الزرع منفصله عن الديون، لا علاقه لها. طيب ونذر خروف إذا شفى مريضه لكن مريضه لم يشفى هل يجب عليك؟ لا هذا يسمى النذر المعلق على شرط نذرت نذرا معلقا على شرط والشرط لم يحصل ما هو الشرط؟ الشفاء لم يحصل توفي المرحوم نعم أخي المخرج افتح الاتصالات لمن شاء يتصل إلى أن يعني نذهب إلى الفيسبوك إلى أن يتصل أخ طيب هنا الأخ أبو سهام يقول يوجد باسمي عقد زراعي فوالدي عمل معاملة قرض على العقد الذي هو باسمي وأنا مشيت بالمعاملة كنت لا أعرف أنها حرام فسألت شخصا وهو مؤذن وخطيب جامع فقال بأنها حرام وهي من أكبر الكبائر فرجعت إلى والدي فقلت له بأنه حرام لم أمشي بها فجبرني بل بالقوة أن أمشي بالمعاملة فهي سلفة على دفعتين استلمت دفعة 750 ألف دينار وسلمتها لوالدي والدفعة الثانية لم نستلمها ثم حدث السقوط في سنة 2003 وبعدها لم نسدد ولم يداعي بها أحد هل أنا مذنب أو علي ذنب جزاكم الله خيرا بالنسبة للقرض الزراعي الذي يكون على العقود هذا ليس فيه ربا العقد الزراعي سأخبرك عن صيغته الدولة تقرض المواطن تقول له هذا قرض تسلمه في تاريخ محدد مثلا لمدة عشر سنوات مثلا يقول في كل نهاية السنة أو ربما في الشهر السادس السابع يتفقون معه على موعد تاتي وتسلم القسط. اذا تاخر التسديد سناخذ منك فوائد. هل العقد صحيح؟ الفتوى في هذه المساله على قول ابي حنيفه. العقد صحيح لكن بشرط ان تضمن ويكون لك وارد تستطيع فيه ان تسدد بالموعد المحدد ولا تتاخر، لانك اذا تاخرت سيأخذون من ربا وتكون آثما ويكون العقد باطلا. طيب فاذا كان عندك وارد او كنت متأكدا انك تستطيع ان تسدد بالموعد المحدد فهذا العقد ليس حراما اخي الكريم. ليس حراما. اما بالنسبه لمثل قضيتك اذا لم تداعيك الدوله ولم تطالبك فالمال ان شاء الله ليس حراما الا ان تداعيك الدوله فاعمل بمثل ما قلته لك تسدد بالموعد المحدد وليس عليك فوائد ان شاء الله، هذا القرض الزراعي الموجود في العراق منذ يعني من قبل السقوط وما بعد السقوط القانون لم يتغير، نعم. اتصال الاخ علي من مدينه التاجي في بغداد، تفضل. اخ علي معنا ابتعد عن التلفزيون اسمع من الهاتف رحمك الله اظن الاتصال في مشكله ايضا الاتصال قائمه علي اخي المخرج ام انقطع قطع طيب لاحظوا اخواني يعني كل من يكون قريبا من التلفزيون في الغالب ينقطع عنه الاتصال لذلك ابتعدوا اخوان طيب الاخ اسامه الاغا الاغى يقول ما حكم ما حكم تقديم عضو على عضو في الوضوء؟ وما الدليل على جوازه او عدم جوازه؟ لاحظ اخي الكريم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين. هذه الآيه رتبت الوضوء بهذه الاركان. هل هو واجب ان نرتبها؟ المسأله فيها خلاف. قال الامام الشافعي رحمه الله ومن معه يجب الترتيب على هذا الترتيب النسق الذي ذكره القران الكريم وان النبي صلى الله عليه وسلم توضع على هذا النسق طيب وقال ابو حنيفه لا يشترط الترتيب ما هو دليله قال لان الواو في اللغه العربيه لا تفيد الترتيب كيف ذلك يعني عندما اقول جاء زيد وعمر ربما عمر قبل زيد ليس هنالك مشكله لكن الفاء تفيد الترتيب إذا قلنا جاء زيد فعمر يعني جاء بعده فبما أن القرآن لم يذكرها بالفاء فهو لا يشترط الترتيب يمكن أن تخسر رجله قبل وجهك إذا لكل منهم دليله وكلهم على هدى نعم أبو علي من سامراء تفضل اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شير. نعم تفضل بس عندنا أراضي يعني يعجون في يعني درهم حلال حرام هاي شنو اخي؟ بس ابتعد عن تلفزيون الله يرضى عنك يا اخي عيد السؤال ابتعد عن التلفزيون بس شنو اللي يعلقوها؟ ما فهمت عليك والله يا اخي ش... اللي يعلقوه شنو اللي يحرقوه؟ الارض 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 هاي السكر مثل حلال حرام ها حرق مستنين. حرق الاراضي طيب ليش يحرقها؟ اكو آه ما تنسى ما ها ما تنسقي الا بالحرق طيب لاجل ان تسقى لاجل ان تنزرع مره ثانيه قصدك؟ اي نعم اي نعم ماشي اخويا ماشي سؤالك واضح عندك سؤال اخر؟ لا حياك الله الاخ احسان من حديثه تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ أريد أسألك عن قراءة الصور بعد سورة الفاتحة. زين. مثلاً أقرأ سورة الفجر ورا سورة الفاتحة. طيب في الصلاة؟ في الصلاة؟ أرجع أقرأ سورة الذاريات؟ نعم شيخ بالصلاة. طيب. كسبيل المثال يعني أقرأ سورة من جزء عامة وورا ركعة أقرأ سورة من جزء الذاريات. ماشي أخي. طيب تسمع عندك سؤال آخر؟ ها آه شيخ حياك الله عليك. يعني. الاخ الذي سال عن حرق الارض بعد بعد الحصاد، نعم عندنا اتصال اخر حتى لا يبقى معلقا. الاخت ام محمد من سامراء ايضا تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي بنات بنتين عمرهن 11 سنه صامن رمضان. زين. عندهن امتحانات وبالامتحانات راح نمتحنهم فطراً يقبلنا لو ما يقظن هن بالغات؟ 15 11 اعرف اختي انت تعرفين بناتك يعني نازل عليهن طيب. العذر؟ لا بعد ما نقضي. طيب طيب حالهم ضعيف يعني وما قدران يقاومون طيب طيب ما عليهن شيء اختي ما عليهن شيء ما عليهن شيء ما احتاج اظن اي واني صمت رمضان اول العام وعندي كليتي تعبانه وفطرني الدكتور. طيب. ودفعت صمت المرض مزمن اختي لو كان لو كان طار يعني طار وراح تشافيتي منه لو مزمن؟ لا لا مزمن عندي الكلى كليتي التهدت من صمت وزغرت. ها ولا يزال عندك لا يزال عندك مرض الكليه؟ اي والله دكتور يعني هسه دائما توجعني قضيه من هنا ومن هنا سنة ايام ما قدرت وفطرت ودفعت فلوس بدالها طيب عندك سؤال اخر اختي؟ <applause> لا سلامتك رحم الله والديك الله يسلمك طيب آه، الاخ سال عن حرق الارض بعد زراعتها ساشرح لكم المساله في بعض المدن عندما تزرع الارض مثلا بالحنطه ويكون النتاج كثيرا بفضل الله تعالى بعد ان تحصد الحنطه يبقى ال يعني عيدان الـ يسمى الجل باللهجه العاميه تبقى تبقى عيدان الحنطه وتكون كثيفه بحيث حتى لا تسقى لا يمكن اذا زرعوها لا يمكن الماء لا يجري توقفه العيدان وقلعها صعب جدا لذلك تحرق تحرق لاجل ان تكون رماد والرماد يسهل ازالته هل يجوز هذا العمل نعم يجوز وليس فيه مشكله يجوز وليس فيه مشكله نعم لتيسير زراعتها مرة أخرى طيب الأخ سأل عن هل يجوز إذا قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة من آيات من سورة محددة ثم في الثانية من آيات قبلها يجوز يقرأ بالأولى قول أعوذ برب الناس وبالثانية الفلق يعني عكس ما ترتيبها بالمصحف أو الأخ سأل عن في الركعة الأولى من جزء عامة وفي الثانية من الذاريات التي قبلها هل يجوز؟ يجوز يجوز وليس في مشكلة لا حرام ولا مكروه لكن خلاف الأولى الأولى أن ترتب لكن لو قرأتها كما ذكرت ليس في مشكلة زين الأخت أيضا سألت بأن بناء بأن عندها بأن عندها ابنتين صامتا رمضان وعمرهما 11 سنة جزاها جزاهم الله خيرا تقبل الله منهما ذكرت بأنهما ليستا بالغتين وأفطرتا بسبب الامتحانات بعض الأيام هل يجب عليهما القضاء؟ بما أنهما ليستا بالغتين فلا يجب القضاء لا يجب القضاء عليهما طيب وذكرت بأنها أفطرت يعني الطبيبة فطرتها قالت لها أفطري بسبب مرض الكلية ومرض الكلية عندها مزمن وفاتتها أيام من رمضان هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء لا يجب لماذا؟ لأنها مرض مزمن والصيام يؤذيها فتدفع فقط تدفع فدية الصيام عن كل يوم ألف دينار كما صدرت الفتوى في رمضان الماضي هنا الأخ وسام سالم سأل سؤالا يقول ما معنى قولنا في الدعاء اللهم أعوذ بك أن أغتال من تحتي ودعاء الثاني اللهم إني أعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال آه هذا كلاهما حديث صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول أعوذ بك أن أغتال من تحتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن أعوذ بك يعني تعوذ قال اللهم احفظني من بين يدي يعني أمامي ومن خلفي ومن فوقي وعين يمين عن شمالي ومن فوقي قال واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي او اعوذ بك ان اغتال من تحتي يعني ان ياتيني الموت من تحت الارض يعني كثير من الائمه كانوا يقولون يعني عندما نقرا الشروح كانوا يقولون كمن كان نائما وظهرت حيه من تحت الارض ولسعته او اي من دواب الارض التي تخرج الحية وغير الحية ومن الأقارب لكن في عصرنا الآن يظهر إعجاز لهذا النبو الحديث النبوي هناك وجدت العبوات المتفجرة هو أيضا اغتيال من تحت يمشي الإنسان وينفجر عليه لغم أرضي أو عبوة, عبوة ناسفة فهذا كله من أنواع الاغتيال من تحت يعني أن يأتيك الموت من الأرض من تحتك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الميتة نعم والدعاء الثاني غلبه الدين وقهر الرجال، بعض الناس يقرؤونها غلبه الدين يقرؤونها بغلبه الدين هذا خطا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين وقهر الرجال غلبه الدين الدين معروف الدين انسان يكون مديونا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه وسماه بقهر الرجال الرجل يكون ذليلا مقهور معنى ذليل مغلوب يكون بسبب الدين فهذا هذه الحالة كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء من أفضل الأدعية لتسهيل قضاء الديون نعم هنا الأخ أحمد هيثم الجبور يسأل عن الحسد ما هو علاجه يعني العين والحسد يفضل أن يرقي الإنسان نفسه دائماً مثلا طبعا حفاظ على اذكار الصلاه واذكار الصباح والمساء وعلى الصلوات الخمس في اوقاتها خاصه الفجر هذه يعني كما نقول هي وقايات عظيمه من العين وسدود مانعه وكذلك ان ترقي نفسك من بادعيه دفع العين الفاتحه آية الكرسي الإخلاص والمعوذتين تقرأ ذلك كله هذه آيات طبعا لدفع العين كذلك قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير في سورة الملك تبارك وفي السورة التي بعدها مباشرة سورة القلم قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين هذه الآيات تدفع العين كذلك ومنها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرقي سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يقول أعيذكما بكل بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة يدعو الإنسان بها لنفسه يقول اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من كل أعوذ بك من كل عين لامة من كل شيطان وهامة اللهم إني أعوذ بكلماتك بك التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة وهكذا يدعو لنفسه كما قلنا قهر الرجال هو يعني الدين يسبب أن الرجل يكون مقهورا أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال القهر معنى الغلبة نقول فلان قهر يعني غلب إن غلب فيكون الدين بسبب لذل الرجال هذا هو المعنى كان هذا هذه الحالة ذل الرجال بسبب الدين كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الأخ محمد محسن يقول هل يجوز التنشف بعد الوضوء نعم يجوز ذلك ولا حرج نعم الأخ أحمد أحمد يقول في رمضان دائما يتجمع في فمي لعاب اكثر من الحد الطبيعي، هل اذا ابتلعته افطر؟ لا لن تفطر صيامك صحيح مهما ابتلعت من اللعاب. نعم. الاخ طيف او خلف عفوا خلف كتبها بالانجليزيه بحروف عجيبه. الاخ خلف البياتي يقول يوجد يمنى مشروع إسالة ماء لكنه فشل وتركته الدولة منذ سبع سنوات والناس الآن تأخذ أغراضه ما الحكم؟ حرام بلا شك حرام قولا واحدا الأخ أو الأخت روز أحمد يقول أنا عبير من بغداد خلاص اسمها عبير إذن أنا عبير من بغداد وأنا أرملة وقد قضيت العدة عند أهلي لأن اخوة زوجي شباب وبناتي صغار فلتجوز العده عند اهلي حلال ام حرام؟ خلاص يعني اذا خفتي على بناتك الفتيات صغيرات من شباب موجودين في البيت يمكنك ان تقضي العده في بيت اهلك نعم يجوز ذلك. الاخ ابو علي من دياله يقول انا اصلي ركعه سهو اصليها قبل السلام ليس ركعه سجود، اخوان سجود السهو ليس ركعه. إذا سال الإنسان في صلاته يسجد سجدتين بعد دعاء التحيات والتشهد قبل السلام يسجد سجدتين ويسلم وهي سنة ليست فريضة. من لم يفعلها صلاته صحيحة حتى لو كان قد سافي في صلاته. طيب. ويقول أنا أرى أحلاما مزعجة فهل توجد آية وحديث أقرأها لأتخلص من الأحلام المزعجة؟ طبعا هنالك أذكار النوم يعني يستحب أن تقرأ أذكار النوم. طيب. فهذه إن شاء الله تدفع الكوابيس لكن هنالك للكوابيس أسباب يعني الاضطراب النفسي البرد الشديد ينام الإنسان متكشفا بلا غطاء في شدة البرد الخوف من شيء كل هذه تجلب الكوابيس فحاول أن قبل النوم أن تنقي نفسيتك من الخوف وأن تنام نوما هادئا مريحا إن شاء الله تندفع عنك الكوابيس هذه ضمن الأسباب إضافة إلى أذكار النوم نعم إذا عندنا اتصال الأخ محمد من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ الفاضل؟ الحمد لله بخير الله يحفظك يا طيب. سؤال شيخ سألتك قبل فترة قلت لك والدي باع بيت مال الدولة بس من ملايين. البيت مال الدولة هو باعه. ايوه والبيت بعده هو ملك للدولة بس يعني شو السر قفلية كل ما بيع يبيع. نعم نعم حتى حتى يفرض انت قلت له ما يصير تخرج للفقراء ما يصير لو المدرسه ولا الجامع انا يعني خرجت منها الجوامع وانطيت منك وعوائل فقيره مثل اشتريت لهم نايلون وما ما سقف واشتريت جامع اشتريت له جهاز وصوبات اكو مره محتاجة عمليه وكعوائل عوائل جايب بنيت ساعدت معي يعني طلعتها 8 ملايين كلها فقراء وجامع يعني الله يتقبل, يتقبل منك الله يتقبل منك هذي نعم. الله يتقبل منك هذه بارك الله اذا كان الفقراء يعني الى هذه الدرجه إذا كان الفقراء إلى هذه الدرجة يعني ما أنطيتك كمساعدة يشتري أكل وما أكل عنده يعني هذا اللي يساعد لبناء بيت وهذا اللي يجرى عملية أكو بن بناء أكو جامع مثلا معوز جهاز هذه بارك الله ولا أذان سماعاتك وناس ناس عملية أكو ناس يعني وزعت للناس المستحقة إن شاء الله أديتها ما عليك أديتها ما عليك تقبل الله أشكرك يا أخ بارك الله بي. الله يتقبل منك بارك الله فيك يعني ولو كل الناس مثلك تخاف من المال الحرام يا أخي والله ما كان وصلنا إلى هذا المستوى الذي نحن فيه نعم محمد من بغداد تفضل السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا مصر زحمة سؤال تفضل جابت ثلاثة أطفال كل سنة ويصادفوا بشهر رمضان نعم كل سنة يصادف وتفطر بشهر رمضان طيب وهي أثناء متابعتك للبرنامج برنامج إنه في صيام رمضان لازم لازم لو تدفع صومة لو تدفع مبلغ من المال إذا بنفس السنة الصومة ما يحتاج مبلغ بس اذا إجر رمضان الاخر وما هي نعم عمرها فوق ال 60 سنه يعني هي صعوبه صيام عليها كل سنه بتصير صعوبة عليها طيب هل يجوز دفع مال شنو الحكم مال كم سنه عندها كم يعني كم شهر عليها الصيام القضاء؟ هو الشهر كامل بيصادف بدايته ونص يعني ابو هذا اعرف كم سنه صارت ثلاث مرات يعني ثلاث رمضانات في ذمتها؟ نعم شلون شيخنا؟ هل يعني الان في ذمتها ثلاث رمضانات؟ ثلاث نعم ثلاثة نعم. رمضانات اطفال ثلاثة اطفال وصادف كلهم في بداية السنة بداية زين. السنة الشهر في شهر رمضان صيامة زين سؤال ثاني نعم ما زحمة لك شيخنا رحمة الله تفضل احلف مني على شغلة انه ما اقدر اسويها وما ارجع اسويها شنو حكومة؟ شنو يمينك بالضبط؟ يعني احلف يمين انه هاي هاي الشغلة ما اسويها والله ما اسويها وترجع تسويها؟ سويه. وارجع اسويها طيب شكرا من شيخنا من جزاك الله خير حياك الله يعني. أمين من بغداد تفضل. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخي، آه شيخي عندي أخ يعني أصيب بعمل إرهابي فبعد فترة يعني هو أصيب بعد فترة تمرض يعني بعد سنين. هذا آه يقدم له شهيد أم لا يقدم؟ تمرض بسبب بسبب الإصابة؟ اصيب اصيب به انفجار اصيب به بعد فتره يعني تمرض تم بمرض غير مرض يعني اعتقد صار عليه طيب وتوفى بسببها؟ يعني بعد بعد سنين عفوا بعد سنين امم فهي يقدم له شيء شهيد طيب يعني تم يعني هو توفى؟ نعم توفى بسبب مرض السحاية؟ اي طبيعي السحايا وتريد تقدمون عليه مال شهداء يتسمون براتب لو نعم قصدك؟ نعم زين نعم باعتبار باعتبار اثر الضربه يعني. زين. طيب. جزاكم الله خير. حياك الله. محمد من الموصل تفضل. السلام يعني عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشرف الشيخ عشان حياك الله عيني اهلا بك. محمد من الموصل. حياك الله اهلا الله يستر عليك عندي زوجتي على طول تشوف احلام ما زينه. قبل شوية تكلمنا عن هذا على الموضوع. على طول على طول تشوف احلام ما زينه. زين. تمام عندك سؤال اخر؟ تشوف حيا يعني تشوف حيا بالحلم. طيب نحن نعتذر عن تفسير الاحلام. نحن نعتذر عن تفسير الاحلام لكن نقول لك بان ال... يعني ان شاء الله علاج الكوابيس ذكرناه قبل قليل ولا باس ان نعيده. آه نرجع الأسئلة الاخ الذي سال بان والدته افطرت في رمضان لثلاث سنوات متتاليه بسبب ولاده. طبعا عند الولاده تفطر المراه بلا شك. لكن يجب عليها القضاء عندما تطهر وتنهي اعذارها، المراه ربما بعد الولاده تكون معذوره بالرضاعه وما شاكل ذلك. بعد ان تنهي اعذارها يحق لها ان يعني أو يجب عليها أن تقضي يجب عليها أن تقضي إذا استمرت مرضعة إلى السنة التي بعدها يعني في غير هذه الحالة لا حاجة أن تدفع كفارة لأنها تركت الصيام لعذر والمرضع مرة المرضع معذورة لكن على حال إذا وجدت متسعا يكفي للصيام وجب عليه القضاء إذا جاء رمضان الآخر وجب عليه الكفارة إضافة للقضاء بالنسبة لحالة أمك بلغت من العمر ستين سنة يعني ستين سنة ليست كبيرة بالنسبة للصيام فهي ترى حالتها إذا كانت تستطيع الصيام ولا يؤذيها بعد العرض على طبيبة وهي ترى نفسها تستطيع فيجب عليه القضاء لا يجزي عنها ولو دفعت جبال الدنيا ذهبا يجب عليه القضاء أما إذا كان الصيام يؤذيها بسبب مرض أو ربما طبيعتها لا, لا تستطيع ليس صعب لم مسألة صعب لا تستطيع خلاص فهنا تجزي عنها أن تدفع كفارة عن عن الصيام، كفارة عن الصيام، يعني ألف دينار عن كل يوم. وسأل أيضا الأخ بأنه يعني يحلف أيمان ثم ينكثها، يحلف أيمانا ثم ينكثها. يقسم يمينا على شيء نفعله ولا يفعله. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة اليمين. كفارة اليمين تقريبا في العراق تقريبا خمسة وعشرين ألف دينار تعطيها العشر فقراء، كل واحد ألفين ونص. أو عشرة وجبات، عشر وجبات مشبعة تعطيها لعشرة فقراء. أه إذا كان عدة أيمان تجمع بكفارة واحدة، إذا كانت كل هذه الأيمان على شيء محدد نعم كلها تجبر بكفارة واحدة، مثلا أنت قلت اليوم والله لن أذهب إلى السوق الفلاني. بعد مدة كررتها والله لن أذهب إلى السوق الفلاني، بعد مدة كررتها والله لن أذهب إلى السوق الفلاني. كل هذه الايمان تجمع بكفاره واحده لان الغايه واحده. لكن اذا قلت والله لن اركب السياره الفلانيه، والله لن اذهب الى السوق الفلاني مره اخرى، والله لن اكتب بكذا قلم، لكل واحده كفاره. لماذا؟ لان اسباب اليمين مختلفه، فلكل واحد كفاره. زين. الاخ بالنسبه للكوابيس ذكرنا قبل قليل الكوابيس والاحلام المزعجه في المنام على الانسان ان إذا كان عنده أمراض نفسية أو كان عنده مشاكل أو يعاني من هذه من الطبيعي جدا فلا حاجة للخوف من الطبيعي أن يرى يعني الكوابيس أه وأيضا كذلك ربما بسبب الأمراض وما شابه ذلك وعلى الإنسان أن يتسلح بأذكار النوم هي أيضا إن شاء الله تدفع تدفع الكوابيس مسألة الحية في المنام لا يعني أن نحن قلنا لا نفسر لعدم وجود الوقت الذي يشغلنا على الفتاوى لكن الحية في المنام تدل على وجود عدو فاحذروا بالنسبة لمرض السحايا اذا مات الانسان بسبب مرض السحايا هل يحق له ان يكتب في المحكمة انه شهيد ويقبض عليه راتب شهيد؟ لاحظ اخي القول قول الطبيب ابنكم تعرض لانفجار بسيارة مفخخة واصيب واصيب بسببها اذا قال الطبيب بان المرض هذا جاء من اثار الـ الـ الاصابة بسبب السيارة المفخخة نعم يحق لكم ان تكتبوا بانه شهيد. لانه مات بسبب التفجير بسببه. اما اذا قال الطبيب بان هذا سبب له غير ذاك السبب لا علاقه له بالاصابه القديمه فلا يحق لكم ان تكتبوا انه شهيد هذا يعتبر تزوير وحرام. طيب الاخ اسيد الامير يقول هل قروض الاسكان جائزه؟ وقد أفتى فيه المجمع الفقهي نعم يعني المجمع الفقهي بلا شك هو ثقة وفتواه معتمدة وهم من خيرة العلماء ومن مراجع أهل السنة في العراق لذلك نعم بما أنهم أفتوا فهو يجوز الأخ علي عامر يقول هل يجوز الصلاة عوضا عن الميت أي نعطي أموالا لشخص ويصلي عنه هذا كلام لا يجوز مطلقا قولا واحدا أن يصلي إنسان ياب عن ميت لا حي لا بحياته ولا بغير حياته لا أثناء هو الحياة يجوز أن ينوب عنه من يصلي ولا بعد الموت فلا يخدعك إنسان ويقول لك أعطيني مالا وأصلي نيابة عنه أبدا لا تصله الصلاة إذا كانت بنيابة مطلقا اهدي له الطاعات اختم له ختمات القرآن صلي صلاة نافلة واهدي ثوابها له أما أن تصلي عنه بالنيابة الفرائض لا يمكن أبدا لا يجوز ذلك نعم الاخت مها محمد تقول انا احلف اليمين على القران الكريم دون الوضوء وفي ساعه غضب اريد نصيحه ما الذي افعل؟ انا حزينه جدا وقد اقسمت كثيرا بسبب ظروف وساعه غضب احذري اختي ان تمسي القران بدون وضوء فهذا حرام وذنب عظيم الله تعالى يقول انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين هنا الاخبار بـ بـ يعني الامر بصيغه الاخبار حرام والتحريم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القران الا طاهر طيب لذلك لا يجوز اختي احذري يعني مس المصحف شيء والحنث في اليمين شيء انت في هذه الحاله ترتكبين كبيرتين من الكبائر الاول اليمين الذي تحنثين فيه والثاني مس المصحف واليمين الذي تحنثين فيه انت ملزمه فيه بالكفاره بإطعام عشرة مساكين إن كنت لا, لا تملكين قيمة الإطعام فصومي ثلاثة أيام عن كل يمين طيب فاحذري أختي من هذا العمل نعم هنا أيضا الأخ أبو علي من ديالة عفوا هذا قرأنا, قرأنا السؤال حول سجود السهو الاخت ام شعبان تقول انا كلما اصلي يوما او يومين استمر وبعد ذلك انسى صلاه من الصلوات الخمس ثم اتركها. يعني نسيان الصلاه اذا نسى الانسان اذا نسي الانسان صلاه يقضيها متى ما ذكرها وليس عليه اثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليؤديها متى ذكرها او فليؤديها اذا ذكرها. نعم، اما ان تقضي الصلاه بسبب هذا الامر او تتركي الصلاه احذري. تارك الصلاه على خطر عظيم يقف على طرف من اطراف جهنم وعلى واد سحيق من النار يسقط فيه بمجرد ان يموت ونحن لا ندري متى نموت تارك الصلاه من اهل النار تارك الصلاه بعيد عن الله تارك الصلاه مقطوع عن الله مقطوع فاذا وقع في شده وساله لم يعطه واذا دعاه لم يستجب له مقطوع حبله بينه بين الله فليحذر تارك الصلاه على خطر عظيم نسال الله سبحانه وتعالى السلام. هنا الاخ بشير عمار يقول اذا كان سيدنا ادم عربيا. اذا كيف وجد هنالك الصيني والاسباني؟ من قال لك بان ادم عربي عليه السلام؟ ادم لم يكن عربيا، ادم ابو البشر. العرب جاءوا بعد قرون لا ندري لا يعلم بعدده الا الله سبحانه وتعالى. ادم لم يكن عربيا. ادم وليس له عرق. هذه الانساب تنسب الى عرق العرب جدهم قحطان وعدنان، الروم جدهم كذا وهو من جده ليس له جد وليس له أب لذلك ليس له نسبة هو أبو البشر أبو العربي والعجم عليه السلام إذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم ارزقنا ثباتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah, Allah.